الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. في ناس بالله تبارك عليك، في ناس قالوا انها ما تصح، يعني كم واحد انا قلته وقال لي يا ولد ما تصح الكلام ذا، لك ما تقول تعالي دين الجلد الاطلاق، لان الله متعالي سبحانه وتعالى. اول شيء خلنا نشوف القاعدة التي منها ننطق، يعني دائما الاجابة بدون تأصيل غالبا ما يقتنع بها السائل، فنشوف القاعدة اللي ننطلق منها في إجابة هذا السؤال. القاعدة في مثل ذلك هو أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأصل في الأذكار التوقيف، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرر ذكرا في مكان معين إلا وعلى هذا التقرير دليل من الشرع، وليس تقرير هذا الذكر في مواضع أخرى بدليل يسوغ لك أن تنقله من هذه المواضع الأخرى وتجعله في هذا الموضع، لأن هذا النقل من خصائص الله عز وجل. فإذا قال الله اذكرني في هذا الموضع بهذا النوع من الذكر، ثم رأيناه يقول في موضع آخر اذكرني بهذا النوع من الذكر، فحينئذ الله هو الذي يختار ذكره في أي موضع كما يشاء عز وجل. في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح الطويل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى أن قال في آخره قال تباركت ربنا وتعاليت، إنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. فهنا ذكر وتعاليت. لكن في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال إيه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت، لم يقل وتعاليت. من الذي شرع على ذلك؟ الله. أنت تذكر من؟ الله. فإذا لا تذكر الله في أي موضع إلا بما يريده منك، فسواء كمل في هذا وأنقص في هذا أو أنقص في هذا أو كمل في هذا أو نوع في هذا، فأنت عبد الله، ما لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. فإذا من أجل ذلك أخذ العلماء أن الأصل في الأذكار التوقيف. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، لازلنا في الاستدلال الآن على أصل القاعدة، لأن القاعدة إذا تقررت عندنا الجواب بصير بسيط. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ثم قال ونبيك الذي أرسلت. قال فأعدتها عليه، يعني من باب يحفظها. فقال في الإعادة اللي هو البراء بن عازب قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. سبحان الله، مع أن العلماء في المصطلح مختلفون، إذا روى الراوي قال رسول الله هل يجوز لمن بعده أن يقول قال النبي؟ حنا النبي هو الرسول، فما الفرق بين يقول ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت؟ ما لا فرق في الظاهر، لكن الرسول قال لا، بما أن ذكر فلا بد أن يبنى على التوقيف، الله يحب من قبل النوم أن تقول ونبيك، وأنت عد تقول سمعنا وأطعنا. فإذا لا مدخل للعقول ولا مدخل للاجتهادات ولا للإراء في استبدال الأذكار الشرعية ولا في ألفاظها، لا موضعا ولا صفة ولا جمالا ولا مكانا. أنتم معي في هذا ولا؟ فإذا يخلص من ذلك أن الأصل في الأذكار التوقيف بكل متعلقاتها، فالأصل فيها التوقيف باعتبار ألفاظها، والأصل فيها التوقيف باعتبار صفاتها، والأصل فيها التوقيف باعتبار زمانها، والأصل فيها التوقيف باعتبار مكانها. فلا حق لك أن تحدث في الأذكار لا زمانا لا دليل عليه، ولا مكانا لا دليل عليه، ولا تبدل لفظا بلفظ لا دليل على استبداله، ولا تخرجها على صفة معينة، لأن ما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته المحيطة به التوقيف. فإذا كان الأصل في الأذكار التوقيف، فإذا صفاتها متعلقة توقيف، زمانها توقيف، مكانها توقيف، فما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته التوقيف. وبناء على ذلك فنرجع إلى جواب الشيخ، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقول في هذا الموضع في حال الانصراف من الصلاة تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولم يقرن مع التبارك تعاليت. وبما أن الأذكار توقيف ونحن نرفض فيها النقص، فكذلك نرفض فيها الزيادة، لأن الصفة فيها مبنية على التوقيف. قد يقول قائل
ترفضون هذه الكلمة الطيبة الجميلة الرائعة التي يعبر فيها المسلم عن عقيدته في الله عز وجل وأنه له العلو المطلق؟ ما كنت أظن أن الأمر سيبلغ بكم أيها الوهابية أن ترفضوا هذه الكلمة الطيبة التي تنم عن عقيدة المسلم في ربه وأنه يثبت أن ربه علي، فهو يستدل على مشروعية قولها في هذا الموضع بصحة الكلمة بذاتها، فهو يستدل على مشروعية قولها في هذا الموضع، أنتم معي ولا لا؟ بصحة هذه ذاتها، فيجعل صحة الكلمة دليلا على جواز القول. هل هذا مسلك صحيح؟ الجواب لا. انتبه لا تلخبط. أذكر واحد يوم من الأيام كنا في أملج، ذكرت لكم القصة في عدة مواضع لكنها عبرة. كان إذا رفع من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد والشكر، وكان الإخوان يريدون أن يقنعوه بعدم صلاحية قول هذه الكلمة، فكان يستدل عليهم بصحة الكلمة في ذاته، يقول إذا ما شكرت الله أنا إذا من تريدونني أن أشكر؟ فهو يجعل سلامة الكلمة في ذاتها دليلا يسوغ له أن يقولها في هذا الموضع التعبدي. هذا عند خلط بين ماذا وماذا؟ أحسنتم، بين الأصل الشيء ووصفه. فهم يمنعونها باعتبار الوصف وهو يجيزها باعتبار الأصل، فيجعل مشروعية الشيء بأصله دليلا على مشروعيته بوصفه. فلما جاء وأخبرني الإمام فقلت بعد الصلاة إن شاء الله نناقشه، فلما جئت أناقشه عرف أني سأناقشه في هذه الكلمة وكان مستعد للإجابة، فقلت له أبسألك سؤال، ما رأيك فيما لو رفعنا من الركوع وقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ قال ما يصح. قلت أعوذ بالله، ما يصلح، كلمة التوحيد التي جاءت بها الكتب وأرسلت بها الرسل وقام عليها سوق الجنة والنار وانقسم الخليقة في قبولها أو رفضها إلى مؤمنين وكفار، ما تقبلها الكلمة؟ قال لا، بس النبي ما قال في هذا، بس هذا اللي بيوصله الإخوان، اللي بيوصله الإخوان لك وانت تعاندهم هو هذا الفكرة اللي جاءت في ذلك. إذن أنت تستدل على صحة الكلمة في ذاتها بجواز قولها في أي موضع من التعبد؟ لا يا أخي، لا تنقل، قلها في الموضع التي شرعت لك فيه. إياك أن تقيس موضعا على موضع، فلا قياس في التعبدات. قال لك الشارع قلها هنا ولا تقلها هنا، ولم يشرع لك هنا، فأنا أقولها هنا تعبدا وأترك قولها هنا تعبدا، ولست أحرص بالخير من رسول الله الذي مر عليه هذا الموضع ولم يقلها. أترى أنك جئت بشيء أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يعجبني جواب الإمام مالك رحمه الله، ويروى عن الإمام أحمد أيضا أنه أجاب به، أنه لما سأله رجل يا إمام أأحرم قبل الميقات بكذا وكذا؟ قال لا تحرم إلا من الميقات، ثم استدل عليه بقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال إنما هي بضعة خطوات، شيء بسيط يعني. قال ليس الأمر هكذا، إنما الأمر أنك ترى في نفسك أنك جئت بشيء أفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب حكيم، فلا تنظر إلى ذات المخالفة التي فعلتها، انظر إلى أنك فعلت شيئا لم يفعله من هو أحرص منك على الخير وأشد تعظيما لله عز وجل منك، فلو كان خيرا فعلك هذا لسبقك إليه. لا تقل كما قالت اليهود لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. والأصل في التشريعات التوقيف على الأدلة. يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أطلت فيها تأصيلا لكن هذا هو جواب، وهي أنه لا نقولها. لما؟ لأن الأصل في الأذكار التوقيف. طيب صحتها في ذاتها، صحتها في ذاتها لا تسوغ لنا قولها، لأن المتقرر في قواعد العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فتعاليت بعد الفراغ من السلام نمنعها باعتبار وصفها،
أي تحديد فضلها بهذا الزمان لا باعتبار أصلها، والله أعلم. طيب يجوز أن ينكرها على واحد اللي قالها ولا ما قالها واحد مثلا؟ والله علمه امسكه وقل والله أنا ترى الموضوع كذا وكذا، لعلك يكون جاهلا. فالتعليم قبل الإنكار، علم. الإنكار إنما يكون على الإنسان الذي يعرف الحرام ويقدم عليه، فهذا نأتي معه لمرتبة الإنكار. فالإنكار لا يكون على الجاهل، الجاهل يعلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قبل أن ينكر. دخل أعرابي للمسجد، هذه ترى قاعدة عند أهل العلم، التعليم قبل الإنكار. الإنكار يخص به المتعلم، اللي عارف ومع ذلك يخابر يخالف قصده. دخل أعرابي للمسجد كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، فبال في طائفة المسجد. مع أنكم ما تحبون ذا الحديث أيها الأعراب، بس يعني مخلن الصحراء وسعتها ومخلن البراري وداخل وبال في المسجد. هذا من أعظم المنكرات ولا لا؟ لما أراد الصحابة أن ينكروا قبل أن يعلموا أنكر عليهم المعلم صلى الله عليه وسلم، قال لا، لأن فعله هذا ليس عن عناد، ليس عن استعلاء على التطبيق، ليس عن استكبار، ليس عن عنجهية، ليس عن معرفة، عن جهل. عن جهل، والجاهل يؤخذ بالتعليم لا يؤخذ بالإنكار والصفع والكلام الذي لا ينبغي. علم قبل أن تنكر، علم. فدعاه وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول أو القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر بول ونجس باتفاق العلماء وفي المسجد، ثم تصرف معه بهذا التصرف اللطيف الخفيف. بينما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى نخامة، مع أنها طاهرة بإجماع العلماء، وصغير موضعها، وينها وين البول؟ لا موضعا ولا حكما في ذاته. نخامة في قبلة المسجد، فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه، وقال: يعمد أحدكم فيستقبل القبلة فيتنخع في صلاته، أو يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن بين يديه، فإن ربه قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه وبصق فيه، ثم رد بعض على بعض، قال: أو يفعل هكذا، على الأقل يأخذ منديل أو شيء، يعني لكن قدامك على طول وأنت بين يدي الله. بالله تغيرت صورة الإنكار ولا لا؟ لأنها من صحة، يعرفون أن هذا خطيئة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا في يده خاتم، مع أنهم هذا خاتم وأنت تعرف أن الذهب حرام على الرجال، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فانتزعه من إصبعه ورماه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. سبحان الله، شوف كيف طريقة الإنكار مع العلم والتعليم مع الجهل. فإذا رأينا الإنسان يقع في شيء من المخالفات فلا نبادر بإحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج والغضب والصراخ الذي ينفر ولا يعلم، ويبعد ولا يقرب، ويفسد ولا يصلح، ويغلق القلوب أيضا. قبل أو تدري أن هذا يا أخي حرام، بارك الله فيك، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، قال الله عز وجل كذا، والقاعدة المتقررة عند العلماء كذا وكذا. فإذا تعلم ثم رأيته بعد ذلك يفعل نفس الخطأ، فحينئذ هذا خطأ عن علم، فتأتي مرتبة الإنكار بما تتحقق به المصالح وما تندفع به المفاسد. في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، طولت عليكم أنا معذرة، في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف، هذا جهل عن جهل طبعا، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف هذا اللي يحط حصاة في مصبعه ويقول بها كده، تعلم بعض الناس ما شاء الله يمكن تفقأ العين وتكسر السن كما قال. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد سيدا، ولا إنها تفقأ العين وتكسر السن. قال: انتبه. قال: ثم رآه يخذف. الآن ما عدت عليه الحديث، لأن الآن مخالفة عن جهل ولا عن علم. قال: أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه، لا كلمتك كذا وكذا، فلم يكلمه حتى مات. أجر، هذا إنكار، هذه مرتبة الإنكار.
على ما تقتضيه المصلحة وتندفع به المفسدة. فنرى بعض طلبة العلم الله هدي يخلط بين الموضعين، بين التعليم والإنكار، أو يخرج تعليمه في صورة إنكار، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا له باب وله أصول قواعد، وهذا له باب آخر وأصول وقواعد. فالخلط بينهما ربما يجعل المدعو نافرا منك وليس ولا يقبل منك أصلا، مع أنك تقول قال الله وقال رسول وهو قابل، لكن هو لا يقبل باعتبار الطريق، الطريق اللي جاني منه قال الله وقال رسول، أنت بنفسك ما أقبل. لو قالها واحد غيرك كان قبلت، لكن أنت ما أقبل. لما؟ لأن أسلوبك منفر. فالتعليم مبناه على الحلم والرفق وحسن الأداء والتلطف مع المتعلم حتى توصل المعلومة في قلبه مستقرة، والإنكار مبني على مبني على القوة، ومبني على الغلظة والشدة، ومبني على زجر النفوس، زجر النفوس. الإنكار يراعى فيه الزجر حتى ولو لم يقبل يزجر، لكن التعليم لا، مبدأه القبول، فتأتي بالمعلومة في صورة تثق أنها بإذن الله سوف تصل في قلبه. فتفريعاً على سؤال الشيخ، هو التفريق بين مقام التعليم ومقام الإنكار. فإذا والله كان هذا اللي يقول هذه الكلمة لا يزال عند شيء من الغبش أو شيء من الشبهة، أو رأى أغلب الناس يستدلون على صحة قولها على سلامة موضعها وزمان، فعلم فرق بين الأصل والوصف والأذكار فيها التوقيف على حسب ما سمعت قبل قليل. شيخ الله خير.